القرآن الكريم آيات من الذكر الحكيم يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ سيد متولي عبد العال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا الذين يبلغون رسالة الله ويخشى ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا ما كان على النبي فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا
وكفى بالله حسيبا. وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد نبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم. ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وكان الله بكل شيء عليما. ما ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وكان الله بكل شيء عليما. يا اذكروا الله ذكرا كثيرا. وسبحوه بكرة وأصيلا. يا
ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. يوم يلقونه سلام.
يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا شاهدا ومبشرا ونذيرا يا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع وتوكل على الله وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ اقرأ بسم ربك بك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك
علمنا ما لم يعلم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق الله العظيم الفاتحة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين